بتحب تتفرج على فيديوهات؟ اشحن اجدع كارت من وي واتفرج براحتك. الكلام عن التعليم من سنين مع المهندس سميح ساويرس بتدعم مشروعات تعليمية وحاجات اجتماعية كتيرة جدا، بس دي أول مرة تدعم مدينة علمية أو جامعة، ولا كان ليك إسهامات قبل كده بجامعة؟ لا، أنا ليا قبل كده تجربة مع جامعة برلين. يعني أنا دعمت جامعة برلين في ألمانيا إنهم عشان ييجوا مصر يدرسوا في مصر، فتحوا قسم لجامعة برلين في مصر في الجونة، والقسم ده تابع بالكامل لجامعة برلين نتيجة الدعم اللي احنا عملناه لهم. وده يعني بصراحة مبلغ كبير جدا، عملنا كامبس بحاله لجامعة برلين في الجونة وتبرعنا بيه للجامعة، ومقابل كده هم بيبعتوا الأساتذة بتوعهم والطلبة بيعملوا الماجستير والدكتوراه في الجونة، ولكن بيروحوا برلين لفترة وياخدوا الشهادة من هناك. يعني اكتر من فكره منح او سكولرشيبس. ده انت السكولرشيبس دي كمان اوفر، يعني غير ان المباني والمرتبات وكده احنا اللي بندفعها. الطلبه اللي يعني متفوقين بس بياخدوا منح عشان يجوا. وفي اي تخصصات؟ هم اربعه يعني اللي احنا عاملينهم هناك، اللي هم يفيدوا المنطقه، يعني المياه والانرجي والاربن، يسموه بقى التخطيط العمراني، لأن دي من الحاجات المهمة جدا لمصر. يعني المية والطاقة والتخطيط العمراني والانفيرمنتال ستادي والدراسات البيئية. بس في ناس من بره الجونة بتيجي تدرس في المعهد ده؟ ده كلهم من بره الجونة ومن كل البلاد، احنا عندنا بتاع 40 جنسية هناك، يعني مش بس المصريين. ايه ده فعلا؟ طيب سامحني، المعهد اسمه ايه بقى؟ جامعة برلين للتكنولوجيا، دي أقدم جامعة في ألمانيا. لا يعني المبنى اللي عندنا في الجونة مكتوب عليه اليافطة جامعة مكتوب برلين؟ مكتوب عليه تكنيكال يونيفرستي برلين الجونة كامبس. اقول لكم كل مرة بيفاجئني